السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة عالم شاي مع درساف. مرحبا بكم معايا مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقترح لكم طريقة تحضير قرشلات عاشوراء بطريقة سهلة جدا، كيجيو لداد مقومين مقرمشين وهشاش في نفس الوقت، وطريقة لي مختصرة بلا عوين وبلا تمر وبلا عذاب، دغيا توجدوهم في الحين. بقوا معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. وبسم الله توكل على الله، غنبداو اول حاجه بالمقادير اللي غنحتاج ليهم. كاس مارغرين او زبده مارغرين مذوبه، دائما القياس بالكاس ديال العنبه. عندي جوج كؤوس من زيت المائده وجوج كؤوس مملوئين من السكر، كاس ماء زائد كاس حليب مخلطين، او ممكن انكم ديروا غير جوج كؤوس ماء فقط. بالنسبه للقوام غادي نحتاج فيه كاس عنبه من زنجلان، انا حمرته وطحنته. الا كنتو بغيتوه ديروه صحيح ما تحمروش، ولا بغيتو ديروه بالطريقه اللي درت انا باش يجيو مقومين اكثر طحنوه، ولكن قبل كتحمروه تحميره خفيفه. غنحتاج كذلك كاس كاوكاو اللي مطحون طحن ناعم، وهذا كاوكاو غير اختياري فقط، اللي عنده اللي ما عندوش ما يديروش. غنحتاج 14 غرام من الخميره الكيماويه، وجوج ساشيات ديال سكر الفاني، ربع ملعقه صغيره من الملح، وملعقه كبيره من النافع. بالنسبه للنافع انا كنهرمشو ما كنخليهش صحيح، ماشي كنطحنو وانما كنهرمشو، يعني غير بحال كنكسر الحبات فقط هكا باش تيجي حتى زوين في الماكله ديالو. وبالنسبه للدقيق غادي يبقى على حسب الخليط، وهذا حاجه مهمه جدا. خليكم معايا باش تشوفوا الكميه اللي غنحتاج، ونشرح لكم كيفاش تعرفوا بان العجينه ديالكم هي هذيك. اول حاجه غادي نجيب فاش غنعجن مثلا قصريه، غادي ندير فيها السكر سنيده مع ربع ملعقه صغيره ديال الملحه مع سكر الفاني، ممكن ديروا حتى نكهه الفاني باش تعطيو المذاق يكون قوي اكثر. وغادي نزيد الحليب مع الماء، كاس حليب مع كاس ماء، وغادي نخلطهم مزيان حتى كنحس بانه داك السكر مع الحليب والماء بدا كيذوب. من بعد غادي نزيد الزبده مارغرين اللي ذوبت، وجوج كؤوس من زيت المائده، وغادي نرجع نخلط هادشي مزيان، وغادي نزيد من بعد القوام. بالنسبه للقوام كي قلت لكم انا درت كاس زنجلان اللي حمرته وطحنته، الا كنتو غديروه صحيح بغيتو يكون صاين هكا كيبان صحيح ما تحمروش، يعني غير صهدوه وخدموا به. وبالنسبه لكاس ديال الكاوكاو كي قلت لكم غير اختياري، هو كيعطي مذاق زوين ولكن راه اختياري ماشي ضروري. غادي نخلط الكل جيدا حتى كنحس بانه مبقاش عندي داك الكويرات ديال القوام، كلشي كينسجم مع دوك السوائل. غادي نزيد الملعقه ديال النافع، او لا ممكن ديروا مزيج ما بين النافع وحبه حلاوه، والكميه على حسابكم، يعني اللي كتبغيوها قويه المذاق ديال النافع كثير تقدروا ديروا اكثر من ملعقه. من بعد غادي نبدا كنجمع بالدقيق، وغادي نزيد الخميره الكيماويه اللي عندنا. حاجه مهمه الله يخليكم تصنتوا ليا، راه هذه يعني هاد الاسئله بزاف كيجيوني في الكومونتير، علاش العجينه كتفرتت، ولا علاش العجينه كتقطع، ولا علاش العجينه كتطلق الزيت. راه الا درنا الدقيق كثير ولا قصحنا العجينه راه طبيعي انها غتولي كتفرتت وكتقطع وكتطلق الزيت. هذا علاش رخاها الله بشويه علينا حتى وكنعجنوا هذه العجينه بشويه بشويه، ما نزربش ما نديرش العجينه كثيره، او عفوا ما نديرش الدقيق كثير، كنبقى كنزيد شويه بشويه شويه بشويه حتى كتجمع ليا هذه العجينه، ما كتكونش كتلصق في اليد وما كتكونش ثقيله نهائيا، يعني كتجيكم العجينه مطاطيه بهذا المعنى، ضروري كتكون الشكل ديالها مطاطي، وكتخرج كتحاولوا تشكلوا منها دي بودان بحال هكا كتجيكم مقادين. هاد البودان كيجيكم يعني ما كيتقطعوا ما كيتفرتتوا ما حتى شي حاجه، يعني هذا هو القوام ديالها. خدات لي انا كيلو 150 غرام، ولكن راه كتبقى على حسب نوعيه الدقيق، راه احيانا كتاخذ اكثر ممكن تاخذ لكم اقل. هذا علاش من فضلكم شويه بشويه الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع لكم العجينه وكتحصلوا على عجينه اللي هي كي قلت لكم نوعا ما مطاطيه، وكتكون ما طلقاش الزيت اولا ما كتفرتتش، يعني مجموعه ومتماسكه. العجينه غادي نقسمها على اربعه، وغادي نغلفها بالفيلم اليمونتير ونخليها ترتاح واحد شويه، ضروري ما ترتاح واحد شويه عاد نخدم بها. بالنسبه علاش قسمتها على اربعه، لانه غنخدم انا بطاوات اللي هما صغار، الا كنتو غتخدموا بالطاوات الكبار ديال الفران ديال الغاز فتقدروا انكم تقسموها غير على جوج. كنجيب واحد الورق ديال بابي كويسون، وغادي ندير نسرح فوق منه كل جزء او كل كره، غادي نسرحها ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه، خاصها تكون غير موين باش ما يجيوناش هاد القريشلات غلاط اكثر من القياس. من بعد كنحاول نحيد لهم دوك الزوائد، نحاول نقادها بعدا على شكل مربع على القياس، يعني كنقطع اولا البابي كويسون على القياس ديال الطاوه باش هكا كنجيب القياس هو هذاك. من بعد ما كنسرح العجينه كي قلت لكم ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه، كنحاول نحيد دوك الزوائد او دوك الجوانب باش تيجوني الاشكال كلهم قادين. ومن بعد غادي نبدا كنقطعها بشكل طولي كيف كتشوفوا، كنحاول نديرهم غير صغار
ما كان بعدش بيناتهم بزاف باش يجوني مربعات اللي هما صغيورين. كل ما كانوا القريشلات صغيورين كل ما كانوا حلوين، اولا في الشكل ديالهم كيكونوا منظرين. من بعد غادي نقطعهم حتى بالعرض، قطعتهم بالطول غنقطعهم حتى بالعرض بنفس الشكل. كنمشي غير بشويه بشويه، واخا يبانوا لكم شي حبات كيتهزوا غادي نقدهم غير باليد، وغادي نمشي بشويه بشويه يعني باش نجيب الخطوط مستقيمه مقاده. وكي قلت لكم مربعات اللي هما غير صغيورين باش يجيو منظرين في الشكل ديالهم، يعني الفكره راها باينه. ملي كنكمل هاد القريشلات، وهاد الطريقه راه سهله وكتجي يعني بالنسبه اللي ما عندوش العوين او لا اللي بغى يوجدهم في الحين كتجي سهله من ديال المقص. هو في العاده حنا كنديروهم بالمقص، يعني الطريقه الاعتياديه ديال القريشلات الاولين، ولكن مؤخرا يعني الا كنا نزرو بينو شي حاجه راه كنديرو بهاد الطريقه وكيجيو يعني عمليين. ملي كنسالي غادي ندخلها للفران. بالنسبه للفران الطياب ديالهم دائما على المهل، ضروري من المهل باش يطيبوا على الخاطر، وكنشعل تحت منهم حتى كيبانوا لكم انهم بداو كيتشمعوا وبداو تيطيبوا، عاد كنشعل الفوق، ماشي كنشعل الفوق والتحت وهما باقيين ما طايبينش. وملي كيطيبوا هذا هو الشكل ديالهم كيف كتشوفوا، كيتفكوا بسهوله. وحاولوا ما تحرقوهمش، حاولوا ما تحمروهمش بزاف، ضروري تحمروا حتى يولي اللون ديالهم ذهبي من التحت ومن الفوق ويدخلهم الطياب. وكي قلت لكم درجه الحراره اللي هي متوسطه، الا كان فران ديال الغاز كديروا درجه الحراره اللي هي ضعيفه، كان فران ديال الضو كطيبوهم على 160 او 170 راه مزيان. وهذا هو الشكل ديالهم، يعني كيجيو كي قلت لكم فكوكين، شكلهم زوين، مربعات صغيورين ومختصرين، ودغيا وجدناهم. وبالنسبه للعجينه الاخرى حتى هي راه نفس الشكل، يعني تقدروا تخليو حتى تساليو وتعمروا الطوات اللي عندكم كاملين عاد تبداو تطيبوا. وكي قلت لكم ما كيشدوش الوقت بزاف، فقط في الفران ردوا معاهم البال، يعني كاين نوع ديال الفران اللي كيحمر لكم جهه قبل من جهه، ردوا البال. البلاصه اللي بانت لكم مثلا انها طابت وتحمرت حيدوها، ديما يكون حداكم واحد طاوه خاويه كتبداو تتعزلوا داكشي الطيب تحيدوه باش ما يتحرقوش لكم القريشلات ديالكم. هما معروفين القريشلات كيبغيو شويه ديال المقابله وكيبغيو شويه ديال الخاطر باش كياخذوا لون موحد وكيجيو كاملين زوينين. وصافي، يعني كنظن بانني شرحت الاساسيات ديال هاد القريشلات. واهم حاجه، واحد الحاجه اللي غادي نقول لكم بالنسبه للطريقه تاع التخزين، راها معروفه، كندير فقط بواطه اللي كتكون محكمه الاغلاق، وحتى كيبردوا عاد كنجمعهم ما نخليهمش معرضين للهواء باش اللي عنده المناخ جاف ما يقصحوش ليه، واللي عنده الويديد ما يرطبوش ليه. وكنسد عليهم مزيان وكيخرجوا ما شاء الله كميه اللي هي كثيره، ما كيخرجوش كميه قليله، يعني كميه كثيره في وقت وجيز. واحد النصيحه اخيره غنعطيها لكم، الا غلطوا ودرتوا الدقيق كثير او لا مثلا كان الدقيق كيشرب وقصحت لكم العجينه، غادي تزيدوها شويه ديال الماء وتعاودوا تعجنوها. وكنفضل من الاحسن انكم من الاول ضبطوا القياس ديال الدقيق ديالكم باش يجيوكم هشاش، ما تضطروش انكم تزيدوها السوائل من بعد. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كنتمنى انهم يعجبوكم. طريقه كي قلت لكم سهله مختصره، القريشلات كيجيو بنان ولداد ومقرمشين وفي نفس الوقت هشاش. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون لاعجابكم، ما تنساوش اللايكات الى عجبكم الفيديو، وبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء اللي تاعهم الفائده من طبيعه الحال. وإلا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. نقول لكم خليتكم على خير، نشوفكم في فيديو مقبل لقريشلات من نوع اخر ان شاء الله باذن الله. الى اللقاء.